أحد من أهم مواهب كرة القدم الفرنسية، ولقب يمكن في فترة الثمانينات مع جيل كان ذهبي لمنتخب فرنسا بالماسة. ألان جيغاس هو نجم الكرة الفرنسية طبعا، ضفنا النهاردة في السادسة، والحقيقة هو طبعا نجم من نجوم منتخب فرنسا ونجم من نجوم مارسيليا ومدرب سابق لبي اس جي، وليه مشوار طويل مع الكرة الأفريقية، مع تونس فترة طويلة، مع مالي درب أكثر من منتخب الحقيقة، ومش بعيد عن الكرة الأفريقية. بداية طبعا أرحب بيه هداف ولا أروع، واحد من أهم لاعبي خط النص اللي جم في تاريخ فرنسا كلها، جيل الثمانينات، يعرف ميشيل بلاتيني، يعرف ألان جيغاس، يعرف روشيتو، كلهم كانوا نجوم كبار جدا في الكرة العالمية. ألان جيغاس ضيفي في السادسة، برحب بيك. ميرسي ميرسي، شكرا جزيلا، شكرا شكرا لكم. طيب خليني بداية يعني أبدأ من متابعتك لنهائي دوري الأبطال، النسخة رقم 12 في دولاب بطولات النادي الأهلي، مواجهة الأهلي والترجي، وأنا عارف طبعا أنك أنت قريب قوي من الكرة الأفريقية. إزاي بتشوف فريق يوصل لخمس مباريات نهائية على التوالي، يقدر يحقق منهم أربع ألقاب ويقدر يوصل لرقم 12 في تاريخه؟ مبدئيا المباراة والمباراة النهائية هو فوز طبيعي ومنطقي تماما. الأهلي سيطر على المباراتين ذهابا وإيابا. فكرة انه فريق يعني يسيطر مش بس على فكرة البطولة او يحقق البطولة، لكن فكرة انه فريق يوصل في اخر 8 نسخ لسبع مباريات نهائية، يوصل في اخر 5 نسخ لتحقيق اللقب 4 مرات، ازاي بتشوف ده؟ اعتقد ان الاهلي هو الفريق الافضل في افريقيا طبعا، لازم نقول هذا، ان الاهلي هو الافضل على الاطلاق في قارة افريقيا، فهذا طبيعي، هو الفريق المسيطر على القارة بالكامل، هو فريق مبني بشكل واعي، له لديه الخبرات، هذا الشيء لم يحدث من فراغ، هو حدث من الخبرات. عندما ترى هذه الفرق، أنت تمتلك الأهلي في أفريقيا وريال مدريد في أوروبا فقط. مين اللي لفت نظرك في المواجهتين، سواء مواجهة رادس أو مواجهة القاهرة؟ هل في لعيبة لفتت نظر ألان جيغاس؟ أنا لا أعرف بصراحة عن أعطي فكرة عن لاعب، لازم أن أشاهد المباريات كثيرا لنفس اللاعب. أنا شاهدت فقط المباراة النهائية، ولكن ما أراه أن هؤلاء اللاعبين لديهم خبرة كبيرة. طيب رأيتك للمواجهة الفنية بين مارسيل كولر السويسري طبعا المدير الفني للنادي الأهلي، وأيضا ميغيل كاردوزو المدير الفني، واعتقد ميغيل كاردوزو اشتغل في الدوري الفرنسي ودرب في فتره من فترات اف سي نونت، ازاي شفت المواجهه الفنيه بين الاثنين الهيد كوتشز؟ اعتقد مع النتيجه السلبيه في تونس الاهلي كان سيفوز في كل الاحوال في مباراه العوده. اعتقد ان الاهلي فرض ان هذه النتيجه على الترجي وعلى هذا المدرب في تونس، واستطاع ان فريق منظم جدا الاهلي في مباراه العوده، ومدرب قادر على قياده فريقه هو مارسيل كولر، ولهذا تفوق على الترجي. بالنسبه لمشوارك انت، يمكن في فتره حتى توليت تدريب باريس سان جيرمان، بالاضافه طبعا عدد من المنتخبات الأفريقية، إيه هي المعادلة أو إيه هي المعايير اللي تبني عليها تحقيق أي نادي، سواء كان نادي أو حتى كان منتخب، أي فريق للوصول للقب أو بطولة؟ هل القصة مثلا قصة إمكانيات مادية؟ هل قصة سكواد؟ هل قصة إدارة؟ هل قصة جماهيرية وشعبية؟ تاريخ وأرقام وألقاب وبطولات؟ إيه المعايير اللي يقدر من خلالها أي مدير فني أن يوصل للقب بطولة؟ أنا كنت مدرب في لفرق عديدة. عندما تكون مدير فني وليس مدرب عام، هو يجب أن تمتلك اللاعبين المحترفين، اللاعبين الذين يلعبون لمنتخباتهم، يجب أن يكون يتواجد نظام واضح لجميع الفريق في خصوصا في قارة افريقيا. يعني على سبيل المثال، يمكن وانت كنت مدرب لبي اس جي، وانا بيتهيألي انه السنوات الاخيره اداره البي اس جي ساعد بشكل كبير جدا لتحقيق لقب اوروبي،
انتدابات على اعلى مستوى من ايام اديسون كافاني، ماركو فيراتي، ابراهيموفيتش، ثم الجيل اللي بعده مع كيليان امبابي، مع دي ماريا، مع ليونيل ميسي، مع نيمار جونيور، عدد كبير جدا لدرجه انه في فتره فترات اتوصف فريق بي اس جي بانه منتخب العالم، ومع ذلك لم ينجح في تحقيق لقب اوروبي. السبب ايه من وجهه نظرك؟ أعتقد في التاريخ، ولكن في التاريخ لا يزعل لك أن تجعل أن تمتلك لاعبين كثيرا نجوم أن تفوز بلقب. هذا ليس العامل الأساسي. هم في هذا العام كانوا أقل في عدد النجوم وكانوا أقرب، ولكن هو الفكرة كلها هو التنظيم والتوازن التي واجهت الفريق، وليس فقط أن تمتلك اللاعبين الأفضل في العالم. هل يؤثر رحيل كيليان مبابي، بمناسبة كلامنا عن بي اس جي، هل يؤثر رحيل كيليان مبابي على فرص بي اس جي في المنافسة القارية الموسم المقبل؟ وهل بتشوف أنه في موهبة فرنسية ممكن تعوض رحيل كيليان مبابي؟ كيليان امبابي هو لاعب مثالي، هو ذهب، ولكن لا نعرف الى اي فريق سيذهب. لا اعلم ان سيذهب الى مدريد الى فريق اخر، لا نعلم، ولكن طبعا هو مع فريق باريس هو يحقق العديد من الالقاب داخل الالقاب المحليه داخل فرنسا، ولكن هو يرغب في تحقيق الالقاب الاوروبيه، ولهذا هو اراد ان يرغب، فهو لاعب سيؤثر كثيرا على باريس سان جيرمان. يهمني اسالك، واحنا على بعد ايام كمان من نهائي تشامبيونز ليج اوروبا، المواجهه المنتظره بين بروسيا دورتموند وريال مدريد، ريال مدريد من المنطقي والطبيعي انه يكون موجود في المباراه النهائيه، لكن بالنسبه لك هل كان وصول بروسيا دورتموند للنهائي بمثابه مفاجاه؟ طبعا طبعا لديك حق، هي مفاجأة، ونحن نعتقد تماما ان ريال مدريد ستفوز، هم لديهم العاده للوصول النهائي والفوز باللقب، ولكن هو ماتش صعب لا يمكن توقعه في المباراه النهائيه حتى لو كان الفريق اقوى. بروسيا دورتموند ليس لديها شيء لتخسره، يجب ان تلعب بكل ما لديها، ليس لديها شيء، هي ذهبت للمباراه النهائيه وهذا اكثر من حلم. يمكن في بطولة اليوروبا ليج الكل توقع انه كفة باير ليفركوزن وكفة تشابي الونسو مع ليفركوزن اللي قدم موسم اكتر من استثنائي هي الارجح، والكل توقع انه هيحقق فوز كبير على اتلانتا، ولكن اتلانتا فاجأ الجميع وحقق فوز بنتيجة 3-0. هل تتوقع ان السيناريو ده ممكن يتكرر مع ريال مدريد؟ هل تتوقع انه بروسيا دورتموند او احتماليات فوز وتتويج بروسيا دورتموند بالتشامبيونز ليج ممكن تكون قائمه في مواجهه العملاق طبعا الريال الملكي؟ طبعا طبعا يجب وجود دائما المفاجآت، متوقع جدا، ولكن ريال مع ريال مدريد الخبرات تلعب دور كبير. ريال مدريد قادره على فازت ب 14 لقب وقاطرين اعتادوا على الفوز بالالقاب. المفاجاه صعبه بصراحه، لا اعتقد انها ستحدث في هذه المباراه. خليني اعمل معاك مقارنه سريعه كده، يمكن في بدايه كلامي قلت وانا يعني تابعت او ابتديت اتابع كره، اتفرجت على جيلك واتفرجت على منتخب فرنسا في الوقت ده، كان منتخب بيضم عدد كبير جدا من الاسماء، وتظل المقارنه قائمه يعني بين اجيال مختلفه حققت كتير للكره الفرنسيه، جيل ألان جيراس، ميشيل بلاتيني، جيل زيدان، روبرت بيريس، جوركايف، باتريك فييرا، والجيل الحالي طبعا بقيادة كيليان امبابي. بتشوف المقارنة ازاي ومين الجيل الأفضل من وجهة نظرك؟ طبعا من الصعب المقارنة دائما، ولكن لديك حق بصراحة، دائما يوجد أجيال، جيل بلاتيني، جيل زين الدين زيدان، والآن جيل امبابي، فلديك حق فيما تقوله بصراحة، ولكن المقارنة صعبة، والجميع ذهب إلى دوري، يعني حتى جيل امبابي ذهب إلى نهائي في كأس العالم في قطر، واحنا لدينا جيل رائع، جيل جميل، لاعبين قادرين على تحقيق الألقاب ويمتلكون خبرات، وهم احدى افضل الفرق في العالم. عايز اعرف من وجهه نظرك برضو، يعني اذا كنا بنتكلم على
مثلا بطولة يورو 24 المقامة، ودايما فرنسا منتخب مرشح. لكن قبل ما أسألك، في إحساس إنه الكرة في فرنسا ماشية في السنوات الأخيرة بمنهج وبخطة واضحة المعالم؟ احنا النهاردة بنتكلم على تفوق الكرة الفرنسية على تقريبا معظم أقرانها أو معظم المنتخبات اللي موجودة في أوروبا. عدد اللاعبين المحترفين في فرنسا في الخارج هو الأكثر يمكن بعد البرازيل، بتحتل المرتبة الثانية، وده ساهم بشكل كبير جدا في قوة المنتخب الفرنسي. نمرة واحد، إزاي ده حصل؟ نمرة اثنين، إزاي ده ما انعكسش على مستوى الأندية الفرنسية في المنافسة على البطولات القارية؟ سأقول لك، لأن الكرة الفرنسية أخذت كثير من الأعوام في تكوين هذا الشكل. في كل فريق لديه إجبار لذهاب اللاعبين لمركز التحول في الكرة الفرنسية، والآن نرى أن اللاعبون يذهبون في كل مكان في العالم، في الأندية الكبيرة، في كل المكان ترى اللاعبون، ولهذا أفاد المنتخب الفرنسي. بتشوف برضو، يعني يهمني أسمع وجهة نظرك، في نجم منتخب مصر، مهاجم منتخب مصر الدولي مصطفى محمد، مشواره مع نونت، في أقاويل كتيرة جدا بتقول إن الموسم الأخير لي مع نونت هيكون الموسم الحالي، وبالتالي هل عندك معلومات تقييمك لمستوى مصطفى؟ طبعا يهمني اسمع رايك فيه، وهل في اي معلومات او يعني تقارير بتقول انه وجهته المقبله هتكون داخل فرنسا ولا هيرحل للخارج؟ أعتقد من نونت، أنا لا أعلم بصراحة أنه سيذهب أو سيبقى في نونت، ولكن أنا أعتقد أن هذا اللاعب لاعب بشكل رائع مع فريق نونت، وهما بقوا في الدوري، ولكن أعتقد أنه يتمنى أن يذهب إلى فريق يحاول على أن ينافس بأقوى، فممكن أن يرحل. فرص منتخب فرنسا من وجهة نظر نجمها طبعا ألان جيراس في بطولة اليورو، هل تستطيع فرنسا أنها تحقق اللقب الغايب يمكن من سنوات طويلة؟ الفريق الفرنسي طبعا هو لديها الخبرات والإمكانيات أن يفوز، وأعتقد أنه مرشح دائما للفوز، ولكن في شهر مارس لعبوا بعض المباريات التي لم تكن جيدة، ولكن أعتقد أنهم الآن بحال أفضل، وأعتقد أنهم استعدوا بشكل قوي لهذه البطولة. ألان جيراس، أفضل تجربة بالنسبة لك في التدريب داخل قارة إفريقيا؟ تعلم أنا تواجدت في قارة إفريقيا في مع عدة فرق، ولكن في قارة إفريقيا تعلم أن قد تفعل مباريات كبيرة، وبعض المدربين يفعلون مباريات كبيرة مع الفرق في إفريقيا، ولكن الكرة الإفريقية نحن نرى الكأس الأمم الأفريقية هي 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 رأيناها الآن بطولة صعبة جدا، والفرق فيها صعبة جدا. من المنتخبات الإفريقية هيتأهل 10 منتخبات لنسخة كأس العالم القادمة في أمريكا والمكسيك وكندا، هل بتشوف إنه في فريق حاليا في أفريقيا قادر على الأقل، مش عايز أقول المنافسة على اللقب، لكن قادر على تكرار إنجاز المغرب بالوصول للمربع الذهبي؟ طبعا لما لا الآن نحن نرى قوة القارة الإفريقية، يوجد احتمالية بقوة، ولكن سوف نرى القرعة، وسوف نرى ماذا سيحدث. نيجيريا قوية جدا، المغرب طبعا، أعتقد أن كل هذه الفرق قادرين على تمثيل القارة الإفريقية، ونحن نرى قوة المغرب في الذهاب في البطولة الماضية. ألان جيراس، نجم الكرة الفرنسية ونجم منتخب فرنسا ومارسيليا وبي أجي، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وعلى وقتك. طبعا واحد طبعا من أهم نجوم الكرة الفرنسية في الثمانينات، الماسة كما أطلق عليه، واحد من أهم لاعيبة نص الملعب اللي جت في تاريخ فرنسا.